الكلام معلهوش جمرك. اوكي مين عايز يقول حاجه يقولها. عليا قضيه ما طبيعي جدا ان انا هرد، وانا دايما في موضع دفاع، انا عمري ما كنت في موضع هجوم. اه يعني بسم الله اشتعل الأزمة ما بين الفنانة أيتن عامر وما بين الفنانة ريهام حجاج، وده بعد بداية الأزمة اللي بدأت من 3 سنين بالظبط، وده بعد عرض مسلسل كل ما نفترق. اشتعل الأزمة مرة تانية، ريهام حجاج بتحاول تجر شكل أيتن عامر، وده عن طريق وسيط. الوسيط هنا كان محامية ريهام حجاج إيناس البيطار، قالت كلام الحقيقة في حق أيتن عامر ما تتخيلهوش أبدا، كلام يخرجش من أستاذة ولا محامية، كلام ما ينفعش إن هو يتقال أبدا. ولكن في الأول وفي الآخر الكلام اللي قالته ده غير الستات، وفعلا زي ما بيقولوا إن كيدهن عظيم، وده كلام الجمهور. هنعرف دلوقتي إيناس البيطار قالت إيه في حق أيتن عامر، وهل فعلا ريهام حجاج كان ليها رد فعل على الموقف ده، ولا إيه اللي حصل بالظبط. خلونا نتابع بعد الفاصل تفاصيل الموضوع ده ونرجع نتكلم. طبيعي جدا إن أنا هرد، وأنا دايما في موضع دفاع، أنا عمري ما كنت في موضع هجوم. هنسترجع مع بعض بسرعة كده بداية الأزمة، وبعد كده هقول لكم إيناس البيطار المحامية عملت إيه. بداية الأزمة لما أعلن المخرج كريم العدو ومدير التصوير سامح الأمير والمؤلف محمد أمين راضي انسحابهم من المسلسل، وده بسبب تدخلات ريهام حجاج بطلة العمل ورغبتها في ان هي تسير العمل على هواها. اشتعلت الأزمة ما بين أيتن عامر وريهام حجاج، وده لما بلغ المخرج كريم العدل أيتن ان معظم مشاهدها ومشاهد دورها اتحذفت، وده بعد تدخل ريهام. ريهام دخلت غرفة المونتاج كمان وحذفت بنفسها مشهدين لأيتن، الكلام ده تم إثباته في محاضر النقابة وبشهادة مونتير المسلسل، واللي أكد إن ريهام حجاج فعلا حذفت لأيتن مشاهد. وانتهى الأمر بكتابة أيتن عامر منشور على السوشيال ميديا، وقالت فيه إن هو تم حذف مشاهد ليها وإن هي مش مسؤولة عن اللي حصل. وطبعا هنا ريهام حجاج حاولت تبرأ نفسها وقالت إن الكلام ده ما حصلش وهي بنفسها اتحذف لها مشاهد. ايه الحكايه؟ هل فعلا في مشاكل ولا مفيش مشاكل زي ما هم بيقولوا؟ والله لا، هو في مشاكل طبعا، دي حاجه انا مش هقدر انكرها لان انا ما بحبش اكذب، ولكن انا حاطه المشاكل دي في ايد المختص. المختص بالنسبه لي هو استاذي اللي درس لي في الاكاديميه وخرجني في سنه التخرج الرابعه ليا في معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج، دكتور اشرف زكي. دكتور اشرف زكي بالنسبه لي هو مش دكتور درس لي وبس، لا ده زي اب روحي. ونشرت وقالت عشنا وشفنا اخت البطله عايزه تبقى هي البطله والمشاهد كلها ليها. مش بس كده، الكلام فضل رايح جاي. ونشرت ريهام منشور وقالت يرى الدمين في الجمال تحديا له، والغبي في الذكاء عدوانا عليه، ويشعر ذي الفاحشه في الاخلاق تعريا له، واسواهم الفاشل عندما يرى في نجاح الاخرين ازدراء لشخصه وتهديدا لمحاوله وجوده. وردت أيتن وقالت على كل اللي بيحصل ده كم الدعم والمكالمات والحب مخليني حقيقي عايزة أقفل الموضوع خالص، أقفله بجملة القدر حطها قدامي صدفة. وهنا طبعا قصدها الستوري اللي قلناه من شوية واللي نزلته ريهام، وكملت كلامها وقالت علشان كده دخلت شالت المشاهد وعادت منتج الحلقات وبوضت المسلسل، والمخرج اعتذر، وكمان تدعي علينا ما ليس فينا، كفاية كده عملنا دعاية لأشياء ما تستاهلش. والموضوع فضل رايح جاي، المهم الموضوع اتقفل من حوالي 3 سنين. لكن النهاردة بقى معانا إيناس البيطار محامية ريهام حجاج، خرجت الحقيقة وقالت كلام ما يصحش أبدا إن هو يتقال. والبداية لما حساب اسمه ستار كارافان زي ما انتوا شايفين معايا نشر صورة لأيتن عامر وقال أحدث ظهور لأيتن عامر القمر بدون فلتر، هنا بقى اتدخلت إيناس البيطار وعلقت على المنشور دوا وقالت عمر أيتن ما كانت قمر، لا فلتر ولا بدون فلتر. الغريبة انها نشرت نفس المنشورة عندها على صفحتها على منصة إكس، وهنا بقى جمهور محبي أيتن بدأ ان هم يهاجموا إيناس ونشروا صورة لأيتن وقالوا لها شوفي قمر قمر، وبرضو هي مصرة على موقفها، لا دي بدأت تغلط جامد جدا. وكتب متابع وقال ان هو نفسه يتجوز واحدة في جمال أيتن وفي حلاوتها والله العظيم، اسمه بيدو إبراهيم زي ما انتوا شايفين معايا في الصورة. فردت عليه وقالت ذوق خدمات، وهنا مصرة الحقيقة ان هي تغلط في الفنانة أيتن عامر.
وقالوا لها المتابعين يا أبلة لو الجمال بيتقاس بالكلام الطيب والأفعال الحلوة فأيتن عامر أجمل بكتير من اللي تقدر توصفيه، وما تستغربيش لو مش شايفة القمر لأنه بعيد عنك بكتير. وأما الإساءة فلا تليق إلا بمن يقولها. غريبة على محامية، المفروض تعرف إن الهجوم الشخصي ده دليل ضعف الحجة. وفضلت تغلط ومصرة وتقول كل واحد حر في ذوقه، يعني زي ما بتكون بتجر شكلها. طب ليه الكلام ده كله؟ المهم المتابعين فضلوا يدافعوا عن ايتن، طبعا كل محبي ايتن، وبدأوا بقى ان هم يغلطوا في ايناس البيطار نفسها، ووصفوا كلام ايناس بالصفار، وقالوا ان ايتن مفيش في لذاذتها واي حد ما يقدرش يقول عليها غير كده. اما بقى ايناس برضو ما سكتتش. المتابعين هنا قالوا لها ازاي بتخش المحكمه بالروج البرتقاني ده، فردت عليهم رد فظيع جدا. قالت لهم موتوا بغزكم، انا لم اتريق على الشكل لانها لا تمت للجمال بصله، وهنا بتاكدها للمره المليون. اما وقع روج البرتقاني بقى بخش بيه في المحكمه وبرا المحكمه، وصفت نفسها بان هي ملكه جمال مصر، ووصفت نفسها ان هي من كبار محاميات مصر. قالت مش من حواري السويس، ولا داعي ان اتكلم عن الماضي اللي في السويس بتاع العيله الكريمه، ان الله حليم سطر وبلوك. وهنا طبعا تلقيح كلام على ايتن واهل ايتن. الحقيقة أنا ما شفتش محامية بتعمل كده ولا بتقول كده. المحامية دي لازم تحترم مهنتها وتحترم الكلام اللي خارج منها، لأن كل كلمة بتقولها بتكون محسوبة عليها. يعني أهم شيء في شغل المحاماة هو الكلام، فإزاي بقى محامية عارفة مهنتها تطلع وتتكلم بالشكل ده؟ إزاي بتوصف نفسها إن هي من كبار محاميات مصر وطلع تقول كلام زي ده؟ حتى لو كان في يا أستاذة خصومة ما بينك وما بين آيتن أو ما بين آيتن ورهام حجاج، ما يصحش إن أنت تجري شكلها ولا تتكلمي بالشكل ده. المفروض ان انت تكسبي احترام الناس ليكي، بالعكس لازم يكون طبعا الخصومة دي في حدود الادب والاخلاق مش بالشكل ده. ولكن هنا ايتن عامر ردت عليها رد قوي جدا ورد صادم جدا. قالت لها يا استاذة ايناس عيب كده، خليكي في شغلك، بلاش المهاترات ده وكلام التويتر والكلام الفارغ ده، ومعادنا في المحكمة. وقالت ان هي واثقة في القضاء المصري ان هو هيرجع لها حقها. وهنا رد ايتن عامر الحقيقة رد محترم جدا، ردت بكل أدب وبكل ذوق. وهنا الحقيقة كسبت بنت أكبر عند الجمهور. عايز أقول لإيناس البيطار إن أنت غلطتي، بالفعل غلطتي، وياريت تشيلي كل المنشورات اللي أنت كاتباها دي. هنا بقى الجمهور تساءل، يا ترى موقف ريهام حجاج إيه؟ هل هي بقى تعرف موضوع المنشورات دي؟ يا ترى اتصرفت إزاي؟ الحقيقة الفنانة ريهام حجاج أكيد عندها علم بكل اللي حصل دوا، أو حتى لو ما كانش عندها علم وشافت المنشورات دي، رد فعلها بقى هو كان الصمت والسكوت، ومعنى الصمت والسكوت هو الموافقة، وزي ما بيقولوا كده بالمثل البلدي السكوت علامة الرضا. وهنا نطبق المقولة دي على اللي حصل من إيناس وريهام حجاج. الحقيقة هما بيخسروا كده الناس، وآيتن هي اللي بتكسب الجمهور بردها المحترم. والحقيقة آيتن عامر ليها جمهورها، وحتى لو ريهام حجاج ليها جمهور بيحبها، ما ينفعش الغلط في بعض يكون بالشكل دوا. وعلى السوشيال ميديا اتحولت دلوقتي السوشيال ميديا لمكان نتناقش فيه ونتخانق فيه ونغلط في بعض فيه، ودي من أسوأ عيوب السوشيال ميديا. المفروض كنجوم كبار وكناس مشاهير نفكر مليون مرة قبل ما نكتب منشور أو ننشر حتى صورة. ويبدو أن أزمة ياسمين عبد العزيز ورهام حجاج هبطت شوية كده والناس سكتت عنها، لا بقى نطلع أزمة جديدة رهام حجاج وآيتن عامر، ويعدي 3 سنين ونرجع نشعل الأزمة مرة تانية، وفي الآخر لما احنا نكتب أو نتكلم في أي فيديو يقولوا أن السوشيال ميديا ورواد السوشيال ميديا هم اللي بيطلعوا الكلام وهم اللي بينشروا المنشورات دي. لا الحقيقة أهو بيبقى النجوم أو من أطراف النجوم أو اللي تبعهم هم اللي بيعملوا الكلام ده، فاحنا بنضطر ان احنا نرد على الموضوع ده وننتقد، ولكن انتقادنا هنا بيكون بشكل ايجابي. السوشيال ميديا مش مكان للنزاع، النزاع ده مكانه في المحكمة، ولكن بنتمنى في الاول وفي الاخر ان ريهام حجاج وإيناس البيطار الاتنين يعتذروا عن اللي كتبوه، لان الكلام ده ما ينفعش ان هو يتقال ابدا. انا بقى بقول ريهام حجاج تعتذر ليه؟ لان إيناس البيطار محاميتها، يعني محسوبة عليها، فاي كلمة بتقولها هتخص ريهام حجاج. ولحد هنا اشوفكم على خير، ما تنسوش بقى تضغطوا لايك للفيديو وتكتبوا كومنت كده لذيذ وتكتبوا لي ايه رايكم في اللي حصل.